إذا ذكرى تأميم المحروقات وأيضا تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، قطاع المحروقات هذا القطاع الذي يعتمد عليه بنسبة 98% في الاقتصاد الوطني. رغم تأميم المحروقات إلا أن السياسة الاقتصادية في الجزائر لا تزال قائمة عليها. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا مباشرة على الهاتف الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الرحمن مبتول. صباح الخير أستاذ مبتول. صباح الخير، صباح الخير. أستاذ مبتول، في ذكرى تأميم المحروقات في كل مرة يطرح هذا الموضوع اعتماد الجزائر على المحروقات كدعامة اقتصادية أساسية، في كل مرة نتحدث عن بدائل اقتصادية خارج المحروقات، أيضا سياسة المحروقات في الجزائر، ودائما الحديث حول القوانين المسيرة لهذا القطاع. في هذه الذكرى عاود أرجع الحديث حول تعديل قانون المحروقات، يعني ما رأيك في كل هذه النقاط الأستاذ عبد الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما ننساش هذيك الذكرى، تهميم تاع القطاع المحروقات. كان عندي 26 سنة هذاك الوقت، وكنت مستشار الوزير الطاقة هذاك الوقت. يعني كنا شباب، ونظن كان تحدي، والشباب تاع القطاع سوناتراك وكذلك الوزارة الطاقة، يعني ما شفناش يعني تعطير كبير على الإنتاج تاع سوناتراك. كانوا جزائريين وجزائريات مكونين في هذاك الوقت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما استقلال اليوم هذا كما يعني قلت في الشريط، كل حكومات تكلم على القطاع خارج المحروقات باش جر التنمية، ولكن في الوقت 24 فبراير 2018 سوناتراك هي الجزائر، والجزائر هي دائما سوناتراك مباشرة وغير مباشرة. 97 98% العملة الصعبة ماجية دائما سوناتراك. النقطة الثالثة، كان فرق كبير بين هذاك الوقت هذاك السبعينات واليوم هذا. هذاك الوقت لوبيب كانت توزن أكثر من 60% من التسويق العالمي. الآن يعني نتكلموا في 2018، لوبيب راح توزن أقل من 33% من التسويق العالمي، خاصة الدخول بالقوة روسيا والبترول والغاز الصحري الامريكي. عندنا الرقم الرسمي، كنا نشوف المحاسبه تاع السوناتراك بين 2000 نهايه 2017 تقريبا 850 مليار دولار دخول تاع العمله الصعبه ماجيه من السوناتراك. من هذيك 850 مليار دولار دخل يعني 97 مليار دولار احتياطات الصرف الخارجي نهايات 2017. البديل لابد يكون عندنا نظرة استراتيجية، يعني باش نروحوا للقطاع خارج المحروقات، خاطر كون نشوفوا الاستهلاك الداخلي والاسعار الحالي، خاطر الاحتياطات تنحسب بالكلفه والاسعار العالمي. في 2030 الجزائر ربما تكون بدون بترول والغاز الطبيعي، ونكونوا 50 مليون سكن. نظل ما حد واحد ما يكونش عنده نظره سلبيه على المستقبل تاع الجزائر. مالاش في الوقت تعطير تاع الازمه تاع 1986 اللي وصلنا في 1994 صندوق النقد الدولي، عندنا الاحتياطات الصرف الخارجي 97 مليار دولار، المديونيه الخارجيه على حساب الرقم تاع البنك المركزي 6.3 مليار دولار. نظن لابد يكون عندنا نظره استراتيجيه باش يعني نفوتوا هذه المرحلة الصعبة.
نشكر كثير الأستاذ عبد الرحمن مفتول على كل هذه النقاط، وأنا يعني نوجه لك دعوة في برنامج شروق مورنينغ باش نحكيه على ذكرى تأميم المحروقات، تكون حاضر معنا في البلاطو. هذيك الفترة اللي عاش يعني كانت فترة ستظل راسخة في أذهان كل الجزائريين. شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن مفتول. بارك الله فيك. شكرا.